السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله. شيخي نحن في أحد البلاد الأوروبية. إيه؟ والعمل بدون دفع ضرائب دون أخذ أموال الدولة. يعني أنا أعمل بدوام كامل لكن وأدفع ضريبة كاملة. لكن هل يمكن التهرب الضريبي إن قمت بعمل جانبي للعمل الذي أقوم به؟ إذا كانت دولة محاربة الله يعينك على الخير،